أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يسأل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحروحة الجنة فليلزم الجماعة، ويقول ما معنى كلمة بحروحة الجنة في هذا الحديث؟ بحروحة الجنة وسطها وسعتها، وسطها وسعتها، من أراد الجنة فليلزم جماعة المسلمين ولا يفارق الجماعة، لا يفارق جماعة المسلمين وإمامهم، بل يكون معهم.